النمسا توافق على تسهيلات شنغن لرومانيا وبلغاريا مقابل استقبال اللاجئين. اعتقال شاب من أصول تركية خطط لمهاجمة كنيس يهودي. بدء تنفيذ إلزام طالب اللجوء بالعمل الخدمي من العام المقبل. الشرطة تحذر اللاجئين من عمليات التهريب التي تهدد حياتهم. محاكمة شخص احتال على مكتب العمل ب390,000 يورو. وفاة فتاة بعد جرعة مخدرات قدمها إليها روماني مقابل الجنس. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنا عن مبادرة تسوية مع رومانيا وبلغاريا أطلق عليها إير شنغن مقابل قبولهم اللاجئين العابرين لأراضيهم. ودعا كارنا بروكسل للتدخل بعد إعلانه التخفيف المحتمل للفيتو حول منطقة شنغن، وأكد كارنا أن الكرة الآن في ملعب اللجنة الأوروبية حيث طالب بمضاعفة حرس الحدود وتعزيز الحماية الخارجية وتواجد المراقبين من النمسا في المطارات، إضافة لتعهد رومانيا وبلغاريا قبول اللاجئين من سوريا وأفغانستان، وسيناقش الوزير ذلك في منتدى زالتسبورغ المنعقد في سلوفينيا. اعتقلت المخابرات النمساوية يافعا بعمر 16 عاما في ولاية النمسا العليا بشبهة تخطيطه لهجوم إرهابي على كنيس يهودي في فيينا. وكشف كل من وزير الداخلية النمساوي كارنا ورئيس الاستخبارات عمر هجاوي أن الشاب حاول شراء سلاح عبر محادثات على الإنترنت، وقد تم تفتيش الشقة واعتقاله نهاية الأسبوع، حيث يخضع الشاب ذو الأصول التركية للتحقيق. وصادرت الشرطة وسائط إلكترونية تحتوي على مقاطع فيديو لعمليات إعدام وتعليمات لصناعة القنابل، وقد نقل المتهم إلى سجن لينز لاستكمال التحقيقات. أعلنت ولاية النمسا العليا عزمها إلزام طالبي اللجوء بالمشاركة في العمل بدءا من العام المقبل بهدف تعزيز دورهم في المجتمع مقابل مبلغ مالي. وتمت الموافقة على توسيع دورهم في الأعمال الخدمية من قبل وزارة الداخلية، مما يتطلب من الوافدين الجدد المشاركة في أنشطة محددة مع فرض عقوبات على الرافضين، فيما تستعد باقي الولايات لتطبيق هذا النهج. وانتقدت منظمات حقوق الإنسان هذه الخطوة وأعربت عن قلقها بشأن إمكانية تقديم الخدمات بشكل إجباري، مع التأكيد على ضرورة تسهيل وصول اللاجئين إلى سوق العمل. حذرت شرطة الحدود في مقاطعة كيرنتن من عمليات تهريب البشر الخطيرة التي يقوم بها المهربون، حيث يعرضون حياة اللاجئين للخطر. وشهدت المقاطعة في الأيام الأخيرة موجة من عمليات القبض على المهربين واللاجئين، وأكدت وزارة الداخلية استخدام عصابات المهربين طرقا جديدة وعنيفة، مع تزايد الرحلات من البلقان عبر سلوفينيا، حيث يتجاوز المهرب إجراءات الأمن بسلوكه العنيف ورفضه التوقف، مما يعرض حياة الركاب للخطر بسبب القيادة المتهورة والتي تنتهي غالبا بحوادث أليمة. كشفت السلطات في النمسا السفلى عن حالة احتيال كبيرة لمتهم سابق قام بتزوير نتائج طبية للحصول على إعاقة مزمنة والحصول على دعم مالي. وخلال فترة مراقبة بعد حكم معلق، حاول المتهم مجددا الحصول على تصريح إعاقة والاستفادة من المزايا الاجتماعية، حيث استفاد من مساعدات الطوارئ والإعفاءات الضريبية بالإضافة لمزايا أخرى. وقد اكتشفته وحدة مكافحة الاحتيال، حيث يواجه 12 اتهاما فيما تقدر الخسائر بنحو 390,000 يورو، وقد تقلصت حالات الغش الاجتماعي بنسبة 25% عن العام الماضي. توفيت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما في فيينا الحي 15 يوم الأحد في منزل رجل روماني يبلغ من العمر 54 عاما، وذلك بعد تعاطي المخدرات مقابل الجنس. وقام الروماني بالاتصال بالطوارئ بعد توقف الفتاة عن الاستجابة وفقدانها للوعي، وعثرت الشرطة على الفتاة متوفاة داخل الشقة، مما أدى إلى اعتقال الرجل بناء على الاشتباه في ارتكاب جريمة، ولم تظهر عملية التشريح وجود أي دلائل على تورط أحد آخر. وقد تم ضبط كمية من الكوكايين في الشقة، ولا يزال تحليل السموم معلق للتأكد من سبب الوفاة.
كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.